باسم الله القوي. فأخذ جسد يسوع، أخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، تقليد عمل الميرون المقدس للمرة 41 في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والمرة 4 في العهد السعيد والأيام المباركة لحبرية العظيم في البطاركة سراج البيع على منارة كنيسة الإسكندرية، اللابس حلة أنطونيوس المتوشح بإسكيم مكاريوس حبيب المسيح، صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروث الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية 18 بعد 100 من خلفاء القديس ماري مرقس الرسول، في دير القديس العظيم الأنبا بشوي ببرية شهيد. تم عمل الميرون المقدس يوم الاثنين الثاني من برمهات 1740 للشهداء الموافق 11 مارس 2024 ميلاديا، وتقديس الميرون المقدس يوم الثلاثاء 3 برمهات 1740 للشهداء الموافق 12 مارس 2024 ميلاديا، وإضافة الخميرة المقدسة في قداس شم النسيم باليد الرسولية الطاهرة للبابا تودروس الثاني يوم الاثنين 28 برمودة 1740 للشهداء الموافق 6 مايو 2024 ميلادية، وذلك بحضور الأباء المطارنة والأساقفة مع لفيف من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة، وجمع غفير من الشعب المسيحي في مصر وخارجها، ونعمته تشملنا جميعاً.